انا هتكلم معاكم اخيرا بعد فتره طويله، بقالي ما اتكلمتش لا في محاضرات ولا غيره. كل الناس اليومين دول قاعده بتتكلم عن كورونا، والحقيقه ده مش تخصصي خالص. انا مش بتاع طب ومش بتاع فيرولوجي، وما بفهمش في الحاجات دي كتير. لكن كنت عايز اتكلم معاكم في حاجه تانية، وهي ان انت طول النهار قاعد بتسمع كلام من زيد ومن عبيد ومن محمد توفيق ومن غيره، بيقولوا لك اعمل وما تعملش، ده صح وده غلط، والحق والدنيا هيحصل فيها وإلا هيجرى، والدنيا هتضطرب علينا وكلنا هنموت وكلنا هنعدي وكلام كتير. الحقيقة ما يهمنيش كتير، ممكن يكون كلام صحيح بعضه وخطأ بعضه. أنا عايز أكلمك في حاجة تانية. الحقيقة أنا عايز أتكلم معاك في إزاي تفكر في المعلومة اللي أنت بتسمعها دي تستاهل إن أنت تسمعها أو ما تستاهل. الحقيقة الإنترنت بطبيعتها، وخصوصا في 15 سنة اللي فاتت، عالم مفتوح وكل واحد عايز يقول حاجة بيقولها، زي ما أنا طلعت النهاردة كلمتين عايز أوصلهم لكم، أسجلهم وأرفع فيديو والناس تسمعه وتحاول تشوف من وراه معلومات. البعض ممكن يقول محمد توفيق ده كذا وكذا وكذا، يبقى راجل كويس، يبقى كلامه ده صح. البعض التاني ما بيحبش محمد، يقول لك محمد توفيق ده راجل كذا وكذا وكذا، يبقى كلامه غلط ما تسمعلوش. الحقيقة الاتنين غلط. الاتنين غلط لان الاتنين ما فكروش في ايه اللي اتقال. مش عشان انا بني ادم انت شايفني كويس يبقى كلامي صح، ولا علشان انا بني ادم انت شايفني وحش يبقى كلامي غلط، وانما الكلام يقاس على ما يقال. شوف الكلام اولا مترتب منطقي ولا لا، في معلومه واضحه بتوصل لك ومتركبه في سياق مظبوط ولا لا، دي اول حاجه. لو المعلومه واضحه ومتركبه في سياق مظبوط، نبتدي بقى نبص طيب بعد ورا المعلومه دي ايه الادله اللي بتقول ان الكلام ده صح أو بتقول إن الكلام ده غلط. الدليل بقى هنا صعب جدا الوصول ليه. أغلب الناس بتقف عند الكلام، يعجبها تنقله، ما يعجبهاش تسيبه وتمشي. لا، دور على الدليل. إذا كان الكلام مترتب كويس، يبقى قبل ما تقول الكلام ده صح أو غلط، اتأكد المصادر اللي الكلام اللي اتقال منها ده مصادر موثوق فيها ولا مش موثوق فيها. وبعدين اتنقلت صح ولا ما اتنقلتش صح. انا وانت ممكن نشوف حالة قدام عينينا، كل واحد فينا يروح ينقلها بطريقة مختلفة عن التاني. لا انا وحش ولا انت وحش، لا انا كذاب ولا انت كذاب، بس احنا الاتنين نقلنا صورتين مختلفتين تماما عن الحقيقة اللي احنا الاتنين شفناها مع بعض. نتيجة ده ايه؟ نتيجة ده برضو ان وجهة النظر اللي هتتنقل، شوف كلمة وجهة النظر دي، مختلفة عن الحقيقة. الحقيقة مفيش خلاف عليها. إذا كانت المعلومة اللي بتتقالك في صورة حقائق وبيانات، يبقى بص على مصدرها، تأكد إن مصدرها مظبوط وأصبحت حقائق وبيانات. إنما إذا كانت بتقولك رأي، مثلا الدنيا حر، الدنيا حر ده رأي بالرغم ان ناس كتير بتعتبرها معلومة، لا دي مش معلومة. الدنيا حر دي مسألة نسبية، ناس بتحس بالحر زيادة وناس بتحس بالحر أقل، لكن درجة الحرارة 26 مئوية دي معلومة، معلومة داتا مفيش عليها خلاف. ترمومتر هيقيس 26، بالنسبة لي أنا 26 حر، بالنسبة لك أنت 26 برد أو الجو حلو، دي رأي، ده وجهة نظر. بقى نرجع تاني عشان ما نخرجش عن السياق اللي احنا عايزين نتكلم فيه. بعد ما تتأكد ان دي معلومة وقائع مش وجهات نظر، اتأكد ان المصادر بتاعتها مظبوطة،
وبعدين ابني عليها وجهة نظرك. طبعا انت بتفترض في بعض الاحوال ان البني ادم اللي بيتكلم موثوق فيه، ان الرأي اللي بيقوله رأي صائب، ان المعلومات هو اتأكد من دقتها بما فيه الكفاية. وده الحقيقة لا ينطبق على اغلب الناس اللي بنسمعها بما فيهم العبد الله. انت تعرف منين ان انا على هذه الدرجة من الثقة؟ انا مش نبي، محدش بيدعي انه نبي. النبي هو الوحيد اللي بناخد كلامه على انه مسلم بيه، لان ده بقت عقيدة. ايه اللي يخليك تثق في حد ثقة العقيدة؟ مفيش حد يستاهل الكلام ده. طيب انا مش عايز اطول عليكم، انا بس كنت عايز اقول دي كأول معلومة او اول فكرة، حاجة انت تاخدها في ايدك ولما تسمع اخبار ابتدي قلبها، وبعدين اذا كنت هتنقل انقل، اذا ما كنتش هتنقل يبقى احسن وخليها ليك. هحاول اتكلم معاكم تاني بعدين في موضوعات تانية كلها ليها علاقة بازاي تفكر، ازاي تدرس وتقلب المعلومة اللي قدامك، علشان بإذن الله نقلل من حجم الذعر اللي احنا بنعيشه لحاجات ممكن تكون مهمة او ما تكونش مهمة، بس عادة الذعر بتاعنا ده بيبقى اكتر من اللازم. انا اسف اذا كنت طولت عليكم، ومتشكر ان انتوا استحملتوني لغاية دلوقتي. مع السلامة.